تعود عمر هذه البيوتات إلى 100 عام، بيوت كان يقطنها اليهود الذين عاشوا إلى جانب المسلمين والمسيحيين. محلة اليهود كما يطلق عليها أو منطقة الأحمدية وسط مدينة الموصل لم تبقى من هذه المنازل سوى ذكريات للمارين منها. هاي كانوا ساكنين بها اليهود قبل يعني 40 سنة زيادة، لأن أنا هم عمري كبير، أنا عمري 78 سنة. أتذكر في هاي المنطقة هي اليهود، والحد الآن الاسم بها منطقة اليهود هي هاي، هم كانوا ساكنين بها وطلعوا وراحوا وظل الاسم بها. محلة اليهود أو حي الأحمدية كان يعد من أكبر أحياء الموصل في 50ات القرن الماضي. احتضن 400 منزل و14 متجرا آنذاك، جميعها كانت تعود لليهود الذين تقدر أعدادهم ب7000 شخص يتوزعون بهذه المناطق القديمة. أخي هذه المنطقة قديمة، بناها اليهود وبناها مسيحيين، بنائين مسيحيين هم يعني شاركوا بناءها، مثل ما بنوا المنارة الحدباء بناها مسيحي منارة الحدباء. فهذه المنطقة قديمة جدا جدا، قريبة على النهر، فيعني سكان اليهود عندهم كنائس، كنيسة هناك وعندهم كنيسة هوني وعندهم مدارس أمكان. لم يكن ليهود الموصل دور سياسي في المدينة، لكنهم لعبوا دورا كبيرا في اقتصاد سوقها آنذاك، واستطاعوا السيطرة على أبرز مهنها كصياغة الذهب والخياطة، إضافة إلى التجارة التي مكنتهم من السيطرة على سوق المدينة. تواجد اليهود في هذه المدينة، وهناك دلالات كثيرة أنه في الاقتصاد العالمي من تجار مدينة الموصل، من التجار المعروفين في الصيرفة أي زمان، في البيع، في الشراء، في حتى بعض الصناعات الدقيقة كانوا اليهود. كنيس الموصل ومدرسة اليهود وبئر الطبلة، هذا ما تبقى من شواخص تعود ليهود عاشوا في هذا المكان في عصر الإمبراطورية الأشورية. حادثة الفرهود الشهيرة في 50ات القرن الماضي دفعت بيهود الموصل إلى هجرتها، قاصدين حلب ثم القنيطرة بسوريا ثم فلسطين، والبعض الآخر منهم أكمل مسيرته إلى أوروبا. عمر أزيدي، وان نيوز، الموصل.